السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مصابيح البرنامج الذي نعلق فيه على الفيديوهات التي ترسلونها لنا على تليجرام. وبالنسبة للدروس فسنشرع بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم بشرح القصيدة الكافية الشافية لابن القيم رحمة الله عليه، كل يوم جمعة بإذن الله تعالى، والدروس الأخرى لا تزال مستمرة. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد نبدأ بالفيديو الأول. نصيحة مني لكم لوجه الله، والله ما منه فائدة، 10 سنوات وأنا أعزف، والله لا وظيفة تبعد فيها ولا رزق يتبارك لك ولا حياة يعني مستقرة ومستتبة، لكن أنا لله تارك ومكسده أمامكم، الله لا يحييك إلا عن أبوك. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبته وأن يثبت كل من تاب إلى الله سبحانه وتعالى. ومسألة الغناء والمعازف، يقول ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ليس فيه خير وليس فيه بركة، ولو دخلتم إلى مقطعه ورأيتم الذين مروا بهذه التجربة وتابوا وكتبوا تجربتهم في التعليقات عليه لوجدتم شيئا عجيبا. وفكرت بعمل حلقة لكن لن أحتاج، عملنا حلقة سابقا عن واحد أيضا تاب ووجدت من التعليقات ما يشرح الصدر ويشجع على هذا، موجودة على القناة الأساسية لمن أراد أن يشاهدها. ننتقل للفيديو التالي. هل شيرين أبو عاقلة فاسقة؟ هل شيرين أبو عاقلة فاسقة؟ هو يتكلم عن واحدة تعبد يسوع، فيسأل هل هي فاسقة مستنكرة؟ ألا تستحق الرحمة؟ ألا تستحق الرحمة؟ يرى أن من يعبد يسوعا يستحق الرحمة، وأنا حقيقة استغربت من هذا الإنسان. أنا لا أتابعه ولكن أعرف أنه يوتيوبر وعلى أساس يحفظ القرآن ما شبه ذلك. يقول إن الذي يعبد ثلاثة ويقول إن الله ثالث ثلاثة، كيف يعني ألا تستحق الرحمة؟ يقول لك محمد لا يجوز ترحم عليها بأسلوب جميل، ولكن قبلها يقول لك مسكينة وحزنين عليها ومصابنا جلل، وفي بعض لا يترحم ولا شيء ولا يشعر بإنسانية بحت على الإطلاق. إنسان إلا إذا كان دين الإنسانية هو الذي سيرحمها فليرحمها دين الإنسانية، لكن أسأل الله لك ألا تتلبس بهذا الدين، فهو دين يخالف دين الإسلام. لا ترحم عليها، هذه كافرة، خل في القلب لهالدرجة. الله المستعان. الذي يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كاذب، وأن القرآن ليس بكلام الله، وأن يسوعا إله، يذم الذي لا يترحم عليه. نسأل الله يهديك. والله انتشار مثل هذا الخطاب في مجتمعات مسلمة، خاصة من أناس مشهورين جدا، هذا عندهم متابعين بالملايين، الملايين المملينة، شيء سيء والله. ننتقل للفيديو التالي. لك سؤال: عندي رفقاتي بالشغل بيضلوا بيكفروا وانا بنصحهم، يقول لي انت ما دخلك. اذا سمعته يكفر بالله عز وجل وكان لك قدرة على انك تضربه على فاه وتكسر له اسنانه فبارك الله فيك، لا بأس. الله يحفظك يا شيخ. هل كلامه صحيح؟ غلط. تعرف اين الغلط في كلامه؟ انك تضربه على فاه وتكسر على فيه مجرورة، على تجر الكلمة التي بعدها فتقول على فيه. صلى الله يبارك فيك. ننتقل للفيديو التالي. شيوخ الكاسيات العاريات. أنا ما أدري ما قصده بشيوخ الكاسيات العاريات، لعله يقصد الشيوخ الذين ينصحون الكاسية العارية بأن تتستر، ما أدري حقيقة، ما فهمت، هذا مصطلح جديد. كيف بتطلب من أبو عبيدة يجاهد بالسنن؟ جاهد سنن ويترك الفرض. الجهاد فرض سواء كفاية أو فرض عين، هو فرض. أما السنن منقدر نحكي فيها بعدين. يعني شوف، هذا اللي يقول جاهد بالسنن أنا تكلمت عنه في حلقة ويعني أعطيته الرد الذي شاهدوه إن لم تكونوا شاهدتموه. لكن أحيانا الإنسان مو فهمان الموضوع، مو فهمان الكلام ما هو، ويرد. هنا هذه مشكلة، لأن الرجل عندما يقول جاهد بالسنن
ما يقصد السنن اللي هي فرض ثم سنة، والسنة التي يفعلها الإنسان يؤجر عليها وإذا لم يفعلها لا يؤجر عليها. كلمة السنن في الشريعة تطلق بمعاني مختلفة، فالسنن تطلق بمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصول الدين وأصول العقائد، هذه أيضا تسمى السنن عند من يتكلم في شرع الله سبحانه وتعالى. فيحاول الإنسان، يعني هو نعم رأى الكلام غير جيد وكذا، لكن عليه أن يتعلم قبل أن يرد. إذا أردت أن ترد على إنسان لابد من أن ترد ردا وأنت عارف ماذا تتكلم عنه. قلنا هذا الإنسان أنا من الناس الذين رد عليهم، لكن دائما الإنسان عندما يرد على غيره يتعلم، لأنه أحيانا يرد وينشر فكرة خاطئة فيزيد الخطأ خطأا. ننتقل للفيديو التالي. هلا واحد جاء سألنا عم كتب لي على الخاص عم بتبيع لحم خنزير حرام ومدري شو، وهلا بنبيع خنزير بس طبعا هذا الطرف بيكون بس فروج، هذا الطرف بحط لحم خنزير، ولحم الخنزير ما بحطه فوق الدجاج، لحم الخنزير بيكون تحت الدجاج. عنا احنا هون بألمانيا بتعرفوا ألمانيا كل شيء لازم يكون نحال. ايه لكن ألمانيا ايضا في ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، وفي إله يحاسب العبد سواء كان العبد في ألمانيا أو في أي مكان في العالم. فإذا كنت مسلما اعرف رب العالمين، ألمانيا تقول لك كل شيء لحال فتقول سمعا وطاعة، رب العالمين يقول لك عن الخنزير فإنه رجس، وقال الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث وأمرك باتخاذ مصدر الرزق حلال، ولكن هنا لم تنتبه إلى السمع والطاعة. على العموم أمرك بينك وبين ربك، علينا أن ننصح، لكن كذلك علينا أن ننصح المسلمين. لما يكون في مكان في لحم خنزير أنت لا تضمن هذه الطاولة لم يأتي عليها شيء من أثر الخنزير، لم تضمن السكينة التي يقطع فيها، لم تضمن يده لم تتدنس بالخنزير ثم تمسك الدجاج وما شابه ذلك، هذا لا يمكن أن يضمن. فعند ذلك ابحثوا عن الذي يبحث عن لقمة حلال وأعينوه واشتروا منه وكلوا أنتم الحلال. بارك الله فيكم. ننتقل للفيديو التالي. واحد من أخواننا العرب هنا عدنا بالكم رايح جاي صار لعشر أيام مشغل قرآن، وقفت قلت لحبيبي البقية بحياتك الله يرحمه ويتجاوز عنا إن شاء الله وكلتنا على هذا الطريق. شان يقول لا أخوي لا فال الله ولا فالك. قلت ليش بيك؟ شان يقول أنا مشغل قرآن بك إن شاء الله تجيني إقامة على السريع. حقيقة الفيديو أزعجني جدا. أولا هل لا يزال هناك أناس يظنون أن القرآن لا يشغله الإنسان إلا لأن هناك من مات من أهله؟ والشيء الثاني لا يعرف أن القرآن أو التقرب إلى الله سواء بسماع القرآن تشغيل القرآن كذا، التقرب إلى الله في حال الحاجة أن ينزل الله علينا شيء من النعم أيا كان هذا النوع، هو محتاج لإقامة أو محتاج لشيء فكان يتقرب إلى الله بتشغيل القرآن. لا يزال أناس مسلمون لا يعرفون أن التقرب إلى الله باب من أبواب إنزال الخير من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الشيء الآخر، نعم هو التقرب إلى الله عند الحاجة هذا أمر مشروع، ولكن ألسنا يعني أحوج أن نتقرب إلى الله في كل وقت ليس فقط عند وجود مصلحة نريدها؟ فأي نفس من أنفاسنا نحتاج إلى الله فيه؟ إذا الله عطل هذه الرئتين أنت كيف ستتنفس؟ ستعيش على الأجهزة طول عمرك، ستتمنى الموت ولن تموت. فنحن في كل نفس نحتاج إلى الله، وليس فقط إقامة ما إقامة كذا مصلحة مؤقتة. ما قدرنا الله حق قدره. ننتقل للفيديو التالي. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد. إخواني أنا نبهت أكثر من مرة وجيد، نعم يعني ممكن الإخوة الذين يرسلون لي جزاكم الله خيرا، يعني نعرض صور مختلفة من صوري اتخاذ القرآن أغاني، البعد والانصراف عن الغاية التي أنزل الله القرآن لأجلها، أنزله لنتدبر لنعمل لنتفكر لنفهم خطاب الله لنا لنعمل بأمر الله، ثم يتخذ أغاني
يقرأ بهذه الطريقة مشان واحد يقلد واحد معين بصوته. يا إخواني والله ما لهذا أنزل القرآن. عندما تلقى الله سبحانه وتعالى، أنت يمكن صوتك جيد، يمكن أنت ترى صوتك جيدا بغض النظر، عندما تلقى الله ويقول لك ماذا كنت تفعل، ماذا ستجيبه؟ فكر بينك وبين نفسك، ماذا أجيبه؟ كنت اتخذت كتابك اللي هو أعظم كتاب، الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تقول أنت يا رب فيه ذكركم، فسرها العلماء فيه شرفكم هذا الكتاب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع به أقواما، أنا كنت أغنيه وأقلد فيه أصوات، ما أعرف نية هذا الشخص، ولكن ليتقي العبد ربه في القرآن الكريم. ننتقل الفيديو التالي. السجود على شيء من الأرض، هو يتكلم الروافض لما يصلون يجيبوا، احنا بسوريا نسميها فنانة، هي شيء مصنوع هكذا من تراب معمول على شكل شيء يشبه الصابون، يضعونه ويسجدون عليه في صلاتهم، او على ورق، كل ما أنبت الأرض، فيقول هذا أحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما سجد طول حياته إلا على الأرض مباشرة أو على ما أنبتته الأرض. هو يقول أن هذا الفعل منهم، طبعا هو هذا يعني والله أعلم الرافضي له صور مع الروافض وفي حسينيات وكذا، ولكن الآن لابس طربوش أزهري مشان يروج في المجتمع المصري. هذه الفنانة، أو بالأحرى هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة مد عباءته على الأرض وسجد عليها، ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على الأرض لأن هذا غرض شرعي؟ يعني لنفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في أرض ترابها أصفر، فإذا سجدنا على أرض ترابها أحمر نكون خالفنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذه مسألة خارجة عن الصلاة أساسا؟ لأن المطلوب منا أن نسجد، وليس شكل التراب أو الأرض أو الخشب أو القماش الذي نسجد عليه، وإلا لقال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا وهو لابس ثوب مثلا من نوع معين، فإذا نحن لازم نلبس هذا الثوب عندما نصلي، ما أحد يقول هذا الكلام. فهذا الذي يفعله الشيعة بدعة وليس من السنة في شيء. ننتقل للفيديو التالي. الآن راح نوريكم كيف كانت مشية الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمها النسلان. عليكم بالنسلان. كان يمشي كده صلى الله عليه وسلم. نسلان مشية فيها شيء من السرعة من غير أن يعني تخل بهيبة الإنسان. يعني شوفوا مشية الرسول عليه الصلاة والسلام وطبقوها. اسمها النسلان، لما سمع قال عليكم بالنسلان. ثلاثة، كل واحد يجيب لك نسلان بطريقة تختلف عن الآخر، وكل واحد يزعم أن هذه مشية النبي صلى الله عليه وسلم. ما فائدة هذا الفيديو؟ ما فائدة أنك أنت تمثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت أساسا ما تلقيتها؟ أنت قرأتها ولا سمعتها ولا أنت تخيلتها من نفسك؟ لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلها يمكن أن تمثل لنا، يعني لو أنك صحابي مثلا تمثل لنا، أو لو أنه شيء ليس له علاقة بتمثيل هيئة فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن، لكن الآن ما الغرض؟ ثم هل هذه مشية النبي صلى الله عليه وسلم اسمها النسلان؟ طيب يأجوج ومأجوج أيضا يمشون النسلان، يعني من كل حدب ينسلون، قال الله سبحانه وتعالى ينسلون يعني يمشون النسلان، والنسلان هو المشي السريع، فواحد يعمل إيده بطريقة معينة، واحد رجله، واحد ظهره عامله لورا وكذا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنسلان، هذه ما قالها عامة، إنما قالها لمجموعة من الصحابة كانوا يمشون فتعبوا من المشي فقال عليكم بالنسلان. تعرف اللي يمشي مشي بطيء تتعب رجليه، إذا مشى شوي سريع يعني يشتد جسمه، يروح التعب الناتج عن المشي البطيء. طبعا الأخ هذا
الأخ هذا يعني أنا رأيت له بعض الفيديوهات جيدة جزاه الله خيرا، لكن أنا أقيم ما رأيته في هذا الفيديو وأنصح، فكلامي لا يعني أن هذا إنسان سيء وهذا إنسان جيد وهذا إنسان سيء وهذا كذا. عرفنا؟ عندما أريد أن أتكلم عن إنسان بعينه أنه سيء أتكلم وأنصح وأبين، لكن أنا أخطأ وهو يخطئ وكلنا نخطئ، فنبين الخطأ لكي ينتبه الناس إليه. ننتقل للفيديو التالي. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث هذا في كل طرقه مقال، والذي أختاره إجمالا على إغماض أيضا أنه يصح إلى قوله وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وما وراء ذلك كله ضعيف. يعني هو يضعف كلها في النار إلا واحدة. وهذا الموضوع أنا رددت فيه على شيخ سوداني نسيت اسمه من جماعة الإخوان، وعلى محمد بن الحسن الددو، وقدمت فيه بحثا بجمع طرق وأسانيد هذا الحديث، وأثبتت أنه متواتر. فيديو هنا عملتها في هذا الموضوع. أجد في التعليقات من يقول لي الشيخ مصطفى العدوي قال نفس هذا الكلام. طيب ماذا قدمه؟ حجة جديدة؟ نفس الكلام الذي قالوه قاله، لكن هم زادوا عليه أشياء فاسدة قالوها من دوافع حزبية معينة. فأنت يعني ضروري مثلا آتي بالشيخ مصطفى العدوي بنفسي أقول الشيخ مصطفى العدوي أخطأ، ما هو أنا تكلمت هذا الكلام خطأ وبينت بالحجة والدليل. عندما تأتيني بحجة ودليل لأحد معين أيا كان، عندها سنناقش هذه الحجة، لكن ما أحتاج والله مسألة خطأ قال فيها 10 آتيك على كل واحد من 10 أقول فلان باسمه أخطأ فلان باسمه أخطأ، ما خلاص يكفي أني ردت على واحد وبينت أن الكلام الذي قيل غلط، وقدمت بالعلم وبالأدلة العلمية بيان خطئه. فما تأتي تحتاج أنه كل مرة يعني كل اسم بكرر فيه نفس الكلام. شيخ عالم بالحديث على العين والرأس، ولكن في هذا أخطأ مرة من المرات. هو خطأ الإمام البخاري والإمام مسلم، وبينا أن الإمام البخاري والإمام مسلم ما أخطأوا، هو الذي أخطأ. عادي، هذه ساحة العلم مفتوحة لمن يتكلم بالحجة والبرهان بدون إساءة بدون إسقاط للمخطئ غير المبتدع وغير الضال وغير المضل. فهذه ساحة علمية، فما تحتاج أنه اللي يكرر نفس الكلام تحتاج أنه واحد يذكره بالاسم حتى أنه ترتاح أنه خلاص ها إذا معناته طلع الكلام غلط. لا، ننتقل للفيديو التالي. أما قوله في قصة موسى عليه السلام. أحسن ساكنه بعد ذلك أنا والدتي أتكلم فلازم أرد عليها. نحن الواردة ونحن في النفل ونصلي نقطع يا إخواني النفل. كان رجاء بن حيوة أمام تلاميذه تناديه أمه تقول له يا رجاء قم وانثر الحب للدجاج، فيقوم يقطع درسه وينثر الحب للدجاج ويعود. ماذا نفعل نحن المقصرون في حق أمهاتنا عندما نرى هذه النماذج العظيمة الجميلة في بر الوالدين ونشعر بقى بتقصيرنا؟ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهما كما ربيانا، أو كما ربونا طالما أنها جمعنا، كما ربونا صغارا. ننتقل للفيديو التالي. وإنه من المؤسف في وقتنا الحاضر أن بعض الشباب اتخذ من بعض العلماء رموزا يقتدي بهم ويوالي من والاهم ويعادي من عاداهم، ولو كان الذي عاداهم بحق والذي والاهم بغير حق، وصاروا يتنازعون فيما بينهم، ما تقول في فلان ما تقول في فلان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب المسلمين هذه الفتنة الكبيرة، فتنة تقديس الأشخاص. على فكرة هذا فكر موجود في كل المنتمين إلى أي انتماء، سواء انتموا لصوفية، شيعة، سلفية، أثرية، حنابلة، حنفية، أي انتماء، تجد فئة من الناس عندها هذا الحب لتعظيم أشخاص بأنفسهم. هذا الشخص إذا سمع إنسانا ينتقد الذي عظم يحاربه، حتى لو كان انتقاد بعلم بأدب كذا، لا هذا ما أحد يقترب. ثم يصل به الأمر إلى أنه يسأل ما رأيك به،
إن كنت توافقه وتحب فلان هذا وتعظمه فأنت جيد، لكن إن كان عندك مؤاخذات سواء بحق أو بباطل فيقيمك بناء على رأيك بهذا الشيخ، هذا والله من الضلال. نسأل الله أن يعافي المسلمين من هذا. ننتقل للفيديو التالي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من خيرة من أمره. كمل الآية كده: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللي عايز أوصلك بالآية، اوعى تقع في كلمة ليه. مش لازم حد يبرر لشخص مسلم ليه بتصلي صوم، ليه بتزكي، ليه لو في مقدرتك انك تحج بتحج. ابليس انطرد من الجنة علشان قال ليه. ابليس كان مستني من ربنا عز وجل انه يبرر له هو ليه انا اسجد وانا مصنوع من النار لبني ادم مصنوع من الطين، ففورا اتطرد من الجنة لانه ما استجابش لأمر ربنا استجابة فورية. فاحنا كمسلمين ربنا فرض علينا 5 صلوات في اليوم نصليهم واحنا ساكتين من غير ما نسأل ليه 5 صلوات وليه نصلي وليه نصوم. دي كلها اسئلة فيها ضلال مبين ليك. الصحابة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم حاجة جديدة في الدين ما كانوش بيقولوا له ليه نعمل كده، كانوا بيستجيبوا على طول استجابة فورية. فانت اللي ربنا عز وجل امرك بيه واللي الرسول قالك عليه سمعا وطاعة، حاضر ونعم سمعنا واطعنا وبس، من غير جدال ومن غير ما تسأل ليه. جزاه الله خيرا، وهذا الكلام صحيح، لكن في اضافة حتى يعني نستوعب الموضوع. في حال إنسان سأله يبتغي مزيد علم، يبتغي أن يفهم، ليس أنه لن يستجيب، يعني ما يقول أنه أنا ما أصلي حتى أفهم ليش أصلي، أو معترض أنه والله مو عاجبني ليش هاي الأوقات تبع الصلاة برر لي، هذا قد يخرج من الملة مباشرة، أو قد يقع في إثم عظيم بحسب حاله وبحسب طبيعة ما يفعل وما يعتقد. لكن الذي يريد أن يفهم، أنا انصعت لأمر الله ورضيت بأمر الله وعملت به، بعد ذلك إذا كان هناك حكم لأمر الله سبحانه وتعالى علمونا إياها. هذا لا يشمله مثل هذا الكلام، لا هذا عادي إنسان متعلم. نعم ننتقل للفيديو التالي. يقول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. شيخ الإسلام بن تيمية يقول أنهم سألوا ابن مسعود ما معنى أضاعوا؟ قال: أخروها عن وقتها. قالوا له: كنا نحسبهم أنهم تركوها. قال: لو تركوها لكانوا كفارا. وصلت؟ وصلت. وهذا الكلام موجود في عدد من كتب السلف المسندة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات والذين يقيمونها حق إقامتها، وأن يتقبل منا أعمالنا. ننتقل للخاتمة. يأخذكم إلى الخير. يعني الإنسان عندما يرى هذا يحمد ربه على التوفيق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الاتباع الصحيح وإلى سلوك منهج السلف الصالح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.